بكم من جديد ولكن من واشنطن. ضيف الليلة شخصية عربية مميزة ومؤثرة في المجتمع السياسي الأمريكي خاصة في واشنطن. ضيفي هو الدكتور زياد عزلي. دكتور زياد عزلي هو رئيس منظمة American Task Force on Palestine أو طريق العمل إلى فلسطين. الحقيقة هو عنده بينتمي لعيلة بتمتد جذورها 600 سنة في القدس. درس الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم جاء الولايات المتحدة الأمريكية وتخصص في الطب، ولكن كان هناك تشخيص أهم كطبيب وهو القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط. هل صحيح أن الإدارة الأمريكية منحازة لهم أم في الفترة دي، أما الإدارة الأمريكية تجاه المشكلة الفلسطينية المصرية تريد مجموعة من القواعد أو وضع قواعد جديدة للعبة بين القاهرة وواشنطن؟ تحليلنا للأمور في مصر هو عن بعد، ولكن تحليلنا للأمور في واشنطن هو عن قرب. فأستطيع أن أقول أن كان هنالك عدم رضا بمجرى الأمور في مصر لعدة سنين، أيام مبارك. يعني نوع من الانفراد بالحكم والميزات التي أخذتها طبقة معينة من الناس، والفساد والتوريث وعدم رضا الناس. في هذه الفترة كانت حركة الإخوان المسلمين منظمة بالمعنى الدقيق للتنظيم السياسي، وأحد عوامل تنظيمها قدرتها على التأثير هنا. ولم تكن هذه عبطية، أو كان هنالك تنظيم فعلي، وحضر إلى واشنطن أعداد متتالية من المصريين وأعضاء في الإخوان المسلمين من العالم العربي، ما كانش بس من مصر. ودخلوا في ثينك تانكس، ودخلوا بالحوار، مراكز الدراسة، ودخلوا بالحوار الحوار الأمريكي على قضايا الشرق الأوسط. وطبعا عملوا شيء تاني، عملوها بعد دراسة لكيف توصل رسالتك إلى أمريكا. طبعا الجواب هو بدك كلمة الديمقراطية، هي مفتاح مفتاح الحكم بأمريكا. الدين الأمريكي هو الديمقراطية. فكانت عملية ذكية ومنظمة عبر فترة من السنين. أضف ذلك إلى التنظيم، فإذا وجدوا لأنفسهم قبول مش بس بالمؤسسة الأمريكية، وإنما بالإدارة الأمريكية تحت أوباما. أوكي. فأنا في فترة قبل انفجار الأمور في حوار مع أحد الأشخاص بالبيت الأبيض، بقول له يعني كيف أنتوا بالذات بتدعموا حزب ديني، يعني انتوا جماعة مفتوحين على كل الناس، كيف هذا؟ جوابه كان جماعة منظمين، الجماعة منظمين they have something، عندهم شيء، وانت لا تستطيع ان تهزم شيء بلا شيء. لا شيء هو كان يعني المجموعة الكيان المدني الذي لم يستطع ابدا أن يجمع نفسه بأي طريقة ممكن أن يقدم نفسه للعالم على أساس أنه أوكي أفكارنا جيدة، ولكننا نستطيع أن نؤثر أو نعمل أو ننظم باسم مين كمان. فهذه كان هذا كان تحليل البيت الأبيض، وأعتقد هذا كان التحليل اللي مشوا عليه. طبعا بعد آخر سنة في شوية مراجعة حسابات، ويجب أن يراعي المحلل المصري والشعب المصري معنى هذا على العلاقة الأمريكية المصرية، هي الآن على مستوى آخر، ويجب أن يتفهم الأمريكيون، وهذا جزء ما نشتغل عليه نحن، ما يجري في مصر، وكذلك أن يعلم المصريون أن هنالك عوامل كثيرة تدخل في صناعة القرار الأمريكي، مش في الملك أوباما وبيقول أنا بدي أعمل على الإلهام يعني. لا 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 أبعد ما يكون عن الإلهام. ماذا علينا أن نفعل تجاه الإدارة الأمريكية أو تجاه المؤسسات الأمريكية؟ يعني أنت حضرتك في المؤسسة الأخيرة التي تديرها بدأت تنظر إلى القضية الفلسطينية من المنظور الأمريكي، وبقواعد اللعبة وقواعد التفكير الأمريكية، ويمكن ده نقلة كبيرة جدا في التعامل
تعامل المؤسسات السابقة عن هذه المؤسسة. طبعا احنا كان تحليلنا بوضوح انه احنا امريكان ومش امريكان مواطنين درجة تانية او تالتة او رابعة. احنا قابلين على تحليل الحاجات الاستراتيجية الامريكية كما يستطيع غيرنا ان يفعل، ومن هذا المنظار نقول ان خلق دولة فلسطينية هو مصلحة امريكية. فانت فتحت لحالك باب مفتوح انك عم تحكي كامريكي عن مصلحه امريكا، بتدافع عن مصلحتك كامريكان سيتيزن او كمواطن امريكي، بتدافع عن مصلحه الولايات المتحده الامريكيه طبعا من خلال القضيه الفلسطينيه. طبعا طبعا مش اجنبي ولا ضعيف ولا مستضعف ولا من هالنوع هذا. فهذه انا بعتقد انه هذا النوع من الرؤيه عندما تستعد مصر وبقيه الدول العربيه ان يدخلوا في هذا المجال الصراع، اللعبه السياسيه المصارف. الامريكيه اللعبه السياسيه، اعتقد ان هذا نوع من النموذج الذي يمكن ان يتبعه المهتمين بذلك الموضوع. ولكن الاهم من ذلك، يجب ان نعلم جميعا سواء في مصر او في بقيه العالم العربي او وين ما كان، كيف تتم صناعه القرار في امريكا. كيف تتم صناعة القرار في أمريكا؟ هذا السؤال الأساسي. نعم، وإن لم تعلم كيف تدهر هذه الأمور فأنت ضيعت، زي الدكتور اللي ما عندوش تشخيص. صراع على القرار في أمريكا هو صراع يومي ومستمر ولا يتوقف بين أطراف تلم الأطياف الفعالة في أمريكا من جميع المسائل. تبدأ بالقاعدة وهي الشعب الذي يؤمن بالديمقراطية والذي يعبر عن رأيه بالانتخابات، ومن هنا الانتخابات مهمة، ومن هنا فكرة الديمقراطية مهمة، ويجب أن تحاول أن تؤثر، إذا أردت أن تؤثر على الصراع على القرار بأمريكا، أن تؤثر على الشعب. هذا أول شيء، أول أبسط شيء تفهم، زي قاعدة الهرم العريضة، الشعب لازم يكون يعني متفهم وجهة نظرك. نعم. إذا استطعت. وبعد ذلك هنالك جماعة الأموال، جماعة العسكر، جماعة الصحافة، جماعة المنظمة الحاكمة نفسها، البيروقراطية الأمنية. البيروقراطية، جماعة think tanks، مؤسسات الدراسات، الأحزاب السياسية، كلها تتصارع يوميا. ولن يستطيع أحد على الإطلاق من الآن لأبد الأبدين أن يحسم قرار أمريكا لنفسه إذا لم يكن جزء من تحالف أوسع. نعم. فالطريف بصناعة القرار الأمريكي أن هنالك تحالفات آنية فقط في لحظات بين لحظات على هدف معين، مثلا رجال العمل مع العمال بتفقوش على شيء، بس ممكن يتفقوا على نفطة مثلا، اتفقوا على نفطة بننفذها ونمشي ونضل على خلاف مع بعضينا. وهذا كمان شيء يعني ينطبق على السياسة الخارجية، على السياسة الخارجية يمكن أن نتفق في نقطة ونختلف ممكن نتفق في نقطة. فلذلك ما تقول لك تحكي مع فلان وما تحكيش مع فلان، لا لا لا. على هذه اللعبة هنا كما هي، انت بتحكي مع فلان على القضية الفلانية وتتفقوا أو تختلفوا، وإلا بتعمل تحالف تاني. ومعرفة هذا الشيء مفيدة جدا بتصور لمحاولة التأثير. وما يتبع ذلك، أين أنت على الساحة؟ إذا لم تكن موجودا على الساحة فكيف تعمل تحالفات وكيف تؤثر؟ تكتب بالصحيفة نيويورك تايمز مرة بالشهر وبعدين سمعت لك أمريكا، أو بتعمل تلفون مع أوباما ولا مش عارف مين، وأنا فكرت سامشت لا لا لا. هنا ينطبق المثل المصري بيقول أنه الزن على الودان أمر من السحر، زي بيقولوا هو يعني سحر. يجب أنك تمسك الودن باستمرار باستمرار. أنت تعرف أنه الكل عم بزن. نعم. وإذا أنت مش عم بزن أنت غايب. وبعدين هذا الجزء الثاني، يجب أن تعطي رسالة قابلة للاستقبال. أنت تيجي على أمريكا ليل نهار تقول لهم أنتوا صهيونية واليهود حاكمينكم ولكم ومش عادلين ومش عارف شيء، وتجيهم بآخر النهار تطلب منهم يكونوا وسطاء. مستحيل. طب أنت شو عم تعمل بحالك؟ حطيتني في مكان معين. بكون وسيط أنا. أوكي.
ولما امريكا ما تقبلش تكون وسيطه بيجوا الفلسطينيين راكد تعالوا كونوا وسطين. طبعا على حساب قلتوا عنهم غير نزيهين والى اخره. فبدك يعني تكون متسق مع نفسك وتعطي رساله. افترض انه الشخص الاخر بني ادم يعني هو بيسمع وبيفكر، فانت تسبني باول النهار وتجيني باخر الليل تطلب مني معروف. شكرا جزيلا ولكم ايضا كل الشكر.